أهلا بكم. اختتمت قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي عملها في العاصمة البحرينية المنامة، وفي بيانها الختامي كانت القمة قد تناولت الملف اليمني في نقاط دعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة والتحضير لمؤتمر إعادة إعمار اليمن بعد انتهاء الحرب. في هذه الحلقة سنناقش نتائج القمة الخليجية فيما يتعلق بالملف اليمني ضمن محورين: ما هي أبرز المؤشرات التي حملتها القمة في الملف اليمني؟ وما دلالات مشاركة بريطانيا في القمة؟ وما هي ملامح الدور البريطاني القادم في اليمن؟ خلال يومين من مداولات القمة الخليجية 37 كان الملف اليمني ضمن أهم أجندات المباحثات. القمة أكدت في مداولاتها أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة اليمنية بعد عامين من التدخل العربي الذي تقوده دول المجلس، وفي هذا إشارة ليست جديدة على أن المهمة العسكرية لدول المجلس في اليمن قد أخذت وقتها كاملا، وأن الحل العسكري صار خيار ثانوي أو ربما انتهى بانتظار نجاح مساعي المجتمع الدولي في إجبار الانقلابيين على الانصياع للحل السياسي. ولكن ما لم تأتي به الحرب لن يأتي من خلال الضغوط السياسية. من جهة أخرى، كانت المشاركة البريطانية في هذه القمة لافتة إلى حد كبير مع تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية التي كانت تؤكد وقوف بريطانيا إلى جانب دول الخليج واستعدادها للمشاركة في مواجهة التحديات المحيطة بدول المجلس في اليمن والخليج على حد سواء، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول ما طبيعة الدور البريطاني القادم في الملف اليمني. نبدأ النقاش بعد أن نشاهد هذا التقرير للزميل كمال حيدر. كما كان يفترض، الملف اليمني أحد أهم ملفات القمة الخليجية 37 التي اختتمت أعمالها في المنامة. وخلال يومين ناقش قادة الدول الخليجية 6 بالإضافة إلى رئيسة الوزراء البريطانية الملف اليمني وسبل الحل الممكنة في البلد بعد عامين من الحرب وفشل كل مساعي الحل السياسي. في الكلمات التي ألقيت خلال أعمال القمة وفي بيانها الختامي غاب الحديث عن الحل العسكري بعد عامين من العمليات العسكرية في اليمن والتي تقودها دول المجلس، وبدلا عن ذلك حضر التأكيد على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الحرب في اليمن ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وبحسب البيان الختامي للقمة، فإن الملف اليمني كان حاضرا في ثلاثة محاور: أولها دعم جهود المبعوث الأممي لليمن في مساعيه للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، وثانيها التأكيد على أن أي حل في اليمن يجب أن يتجاوز مرجعيات الحل المعتمدة، وهي إشارة إلى دعم موقف الحكومة الرافض لكل مساعي الحل خارج هذا السياق ممثلا بخارطة ولد الشيخ الأخيرة. أما المحور الثالث فهو التحضير لمؤتمر إعادة إعمار اليمن، والذي سيكون ضمن أنشطة مجموعة أصدقاء اليمن التي تقودها السعودية وبريطانيا، ولكنه سيبقى مرهونا بانتهاء الحرب وإحلال السلام في البلد. اللافت في هذه القمة هو الحضور البريطاني والمواقف التي أطلقتها رئيسة الوزراء البريطانية، والتي أكدت دعم حكومتها لتوجهات دول مجلس التعاون وتشاركها مع هذه الدول نفس وجهات النظر حول مختلف قضايا وأزمات المنطقة، والاستعداد الكامل من جانب بريطانيا لمشاركة دول المجلس في مواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة وعلى رأسها الخطر الإيراني في كل من سوريا واليمن. نبدأ بالنقاش مع ضيفنا من الشارقة الباحث والمحلل السياسي دكتور عمر عبد العزيز. أهلا بك دكتور عمر. مرحبا، أهلا وسهلا. دكتور عمر، قمة المنامة 37 هل حملت جديد فيما يخص الملف اليمني؟ مما لا جدال فيه أن القمة أكدت على ثوابت المرجعية المتعارف عليها ابتداء من المبادرة الخليجية مرورا بنتائج مؤتمر الحوار الوطني وحتى القرار الأممي 22-16، كما أكدت على الرعاية الكاملة لهذه الأبعاد أو لهذه المرجعيات ليس فقط من قبل التحالف العربي ولكن أيضا من قبل أبرز القوى الدولية. ونحن سنجد الآن أن هنالك موقفا بريطانيا معلنا بطريقة واضحة وصريحة فيما يتعلق بالشأن اليمني، هنالك أيضا موقف صيني إيجابي تجلى في الآونة الأخيرة من خلال تصريحات الخارجية الصينية، وهنالك أيضا تجويز روسي للمسائل الأممية المتعلقة بحل المشكلة اليمنية، وتبعا لذلك هنالك إجماع حقيقي على المستوى الدولي وعلى المستوى العربي وبكل الاعتبارات. وحتى مصر كان لها بيان في مجلس الأمن قبل أيام، وهذا البيان له مغزى عميق فيما يتعلق ب التضامن المصري والتحالف المصري مع التحالف العربي بطريقة أكثر وضوحا. بمعنى آخر، نحن هنا أمام
ميليشيات انقلابية تواجه المجتمع الدولي بجملته وتواجه المعطى العربي الإقليمي الذي هو معطى في نهاية المطاف متواشد مع اليمن تاريخيا وجغرافيا ومكانيا. وتبعا لذلك فإن من الحكمة بمكان سواء بالنسبة لمن هم في منطقة وسطى أو منهم في حالة رمادية أو لمن هم متحالفين مع هذا التمرد الواهم الذي اعتقد ذات يوم قريب بأن بوسعهم حسم المشاكل من خلال الميليشيات المسلحة ومن خلال التعبئة الضيقة الأفق ذات الطابع القبائلي. طيب دكتور عمر، كتلخيص لكل هذه المواقف سواء نتائج القمة الخليجية الأخيرة أو ربما انتشرت للموقف الصيني والمصري، كل هذه المواقف تنظر إلى الحل للأزمة بأي عين؟ كيف تنظر إلى الحل؟ هل كما جاء في هذه القمة ربما التركيز على الحل السياسي فقط؟ لا، بطبيعة الحال المسألة الميدانية تأخذ مجراها بطبيعة الحال بالتوازي مع الحل السياسي. المسألة الميدانية تتخذ طابع موضوعي، بمعنى آخر إذا كان هنالك تأبي ورفض للحل السياسي من قبل التمرد فإن المسألة الميدانية ستأخذ مجراها بطبيعة الحال سواء على مستوى المقاومة أو على مستوى الجيش الوطني وحتى المكونات الاجتماعية في اليمن وأيضا التحالف العربي والدعم الدولي لهذا التحالف. بمعنى آخر أن البعد الميداني يتوازى تماما مع البعد السياسي، لكن الجميع يأمل في الحل السياسي على قاعدة حقن الدماء من جهة وعلى قاعدة الوصول إلى حالة من التوافق المنطقي والعاقل الذي يعيد تأصيل وتكريس ذات التوافقية الحكيمة التي قبل بها اليمنيون بعد المبادرة الخليجية أو مع المبادرة الخليجية وحتى قبلها. وبالتالي الرهان والرهان الكبير هو على أن العملية السياسية هي في نهاية المطاف الحل، ولكن هذه العملية السياسية من الأفضل أن تجري على نحو توافقي عاقل وعلى قاعدة من التنازلات الشجاعة وخاصة من قبل الذين تجاوزوا مرئيات الحل السياسي وركلوه بأقدامهم. وبالتالي في هذه الحالة ستتوقف الحرب لا محالة، والشاهد على ذلك أن هنالك تسارع أيضا في دعم اليمن على مستوى التنمية وإعادة البناء والاستثمار، والآن يخطط لمثل هذا المؤتمر الدولي الخاص بدعم اليمن. وعلينا أن نتذكر بهذه المناسبة أن هنالك 10 رعاة للمبادرة الخليجية هم ذات الرعاة للقرار الأممي 2216، وعلينا أن نتذكر أيضا أن هنالك موقفا خليجيا وعربيا موحدا فيما يتعلق بالشأن اليمني. طيب، ينضم إلينا من مسقط الأكاديمي العماني دكتور عبد الله الغيلاني. أهلا بك دكتور عبد الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. دكتور عبد الله، قراءتك لنتائج القمة الخليجية الأخيرة وتحديدا ما يخص الملف اليمني. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا فيما يتعلق بالبيان الختامي في المجمل، فالبيان الختامي جاء على غير المأمول، يعني انعقدت الآمال على أن يظهر هذا البيان الختامي ب يعني أفكار خلاقة وأفكار إبداعية وأفكار جريئة سواء فيما يتصل بالاتحاد الخليجي أو معالجة الأزمات الاقتصادية أو الأزمات الإقليمية، ولكنه جاء بيانا تقليديا يعني إنشائيا في المجمل. أما فيما يتصل باليمن فيعني ينسحب على الجزء أو على الشق المتعلق باليمن ما ينسحب على البيان في المجمل. يعني البيان يكرر الدعوة إلى يعني احترام السيادة اليمنية والتأكيد على الحل السلمي والإشادة بالجهود الدولية وإلى ما هنالك. فالبيان يبدو أنه ليس فيه شيء مثير وليس فيه شيء خلاق، وأحسب أنه جاء مخيبا لآمال كثير من الذين كانوا يتطلعون إلى أن تأتي هذه القمة بقرارات جريئة تكسر حالة الجمود السائدة في اليمن اليوم. طيب، على غير المأمول وتحديدا فيما يخص الملف اليمني، يعني ما الذي كنت تنتظره أنت؟ يعني ما القرارات هذه الجريئة فيما يخص الملف اليمني؟ ماذا كان بإمكان قادة دول الخليج أن يقرروا؟ كان يمكن أن يعني يعني اتخاذ مسارين. المسار الأول هو تكثيف العمل العسكري لخلق ميزان قوى جديد يفتح مجالا للحل السياسي. ميزان القوى القائم اليوم ميزان مختل، ويعني بل هو قد يكون في بعض المناطق يعني يرجح كفة الحوثي على عبد الله صالح. لذلك الحل السياسي متعثر، وما لم يحدث هناك تحول في ميزان القوى على الساحة اليمنية فلن يؤذن للحل السياسي أن يعني يتقدم خطوات.
فهذا مسار، يعني تحريك، شيء من التحريك العسكري من أجل خلق ميزان قوى جديد. لكن التصريحات هذا من ناحية. طيب دكتور عبد الله، التصريحات على لسان الحكومة الشرعية والتحالف العربي أن الحكومة الشرعية تسيطر الآن على 80%، عن أي ميزان عسكري مختل تنظر إليه أنت؟ العبرة يا أخي الكريم ليست بالمساحات التي تسيطر عليها هذا الطرف أو ذاك، العبرة هل استطاع التحالف الآن بعد مضي سنة وثمانية أشهر أن يرغم هذه العصابة، عصابة الحوثي وعلى عبد الله صالح التي أسقطت الدولة، هل استطاع هذا التحالف أن يرغم يعني هذه القوة المعتدية، يرغمها على قبول حل سياسي متوافق عليه؟ كلا، يعني كل الجهود وكل المبادرات التي قدمت إلى الآن لقيت آذان صماء من قبل الحوثيين، سواء مفاوضات الكويت، مبادرة المبعوث الأممي، ما جرى من لقاءات ويعني اتفاقات في مسقط وغيرها، كل هذه الجهود ذهبت أدراج الرياح. إذن يعني معنى ذلك عندما يتعنت هذا الخصم ولا يقبل بحل سياسي، معنى ذلك أنه في موقف تفاوضي قوي. هذا الذي كنت أقوله. المسار الثاني الذي كان ينبغي أن تجترحه يعني هذه القمة أن تطرح رؤية سياسية متكاملة، إلى الآن لا توجد رؤية سياسية متكاملة مرافقة للعمل العسكري الذي بدأ في مارس 2015. كل ما هنالك مبادرات مبعثرة هنا وهناك، ولكن لم تلتئم كل هذه المبادرات في تقديم رؤية سياسية متكاملة يقال للشعب اليمني هذه الرؤية هي المنقذ لكم. لا طيب. يوجد هكذا مشروع. نقاط مهمة تحدثت بها دكتور عبد الله أنقلها للدكتور عمر عبد العزيز. دكتور عمر ضيفنا من عمان، الأكاديمي العماني عبد الله الغيلاني، يرى في بيان قادة دول الخليج الأخير أنه ربما تقليدي إنشائي غير المأمول من الشعوب الخليجية وربما الشارع اليمني، لا تكريس للخيار العسكري كما يرى الدكتور، هو التأكيد على الحل السياسي، يرى أنه أيضا ناقص وغير واضح ولا يحقق السلام في 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 اليمن. عندما يؤكد قادة الدول على الحل السياسي، هل يفهم من ذلك أن ربما الحل والخيارات العسكرية أصبحت ثانوية لقادة دول الخليج، غير مراهنين عليها؟ لا، على الإطلاق أنا أعتقد أن الخيار السياسي وأن الكلام المتعلق بالبيانات الختامية المرتبطة بموقف توافقي بالدرجة الأولى أو تناغم فلنقل، لا بد أن تكون ذات طابع سياسي، وهذا الأمر يعني أن لا تكون حادة أو أن لا تكون عبارة عن انعطافات حادة في المواقف، خاصة وإذا كانت هنالك ثوابت حقيقية كانت وما زالت تمثل المرجعية الأساسية للحل السياسي في اليمن. وعلينا أن نستذكر أن هذه الثوابت ليست من اجتراح طرف بذاته، هذه الثوابت تمثل تماما الموقف التوافق الداخلي في اليمن بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك الحرص البالغ من قبل دول مجلس التعاون الخليجي على إخراج اليمن من مأزق التحارب والتقاتل في عام 2011، وإقناع علي عبد الله صالح ومن معه في تسليم السلطة من خلال برنامج مزمن، وهذا البرنامج المزمن قد أخذ مجراه عمليا على الأرض، وقد شارك فيه المؤتمريون الموالون لصالح كما شارك فيه الحوثيون من خلال تواجدهم في مؤتمر الحوار الوطني. بمعنى آخر، ليس هنالك من شيء جديد فيما يتعلق بالمرجعية السياسية، أما فيما يتعلق بالجانب الميداني فهنالك حراك ميداني مؤكد وحقيقي، وعلينا أن نقرأ المشهد العسكري بعدسات العسكريين ورؤيتهم واستراتيجيتهم. نحن كمراقبين سياسيين لا نستطيع أن نتنبأ بحقائق على الأرض فيما يتعلق بالجانب العسكري، وعلينا بهذه المناسبة أن نتذكر كيف أن عدن تم تحريرها في وقت قصير جدا، وكامل محافظتي المهرة وحضرموت تم تحريرها من قبل القاعديين الذين كانوا مخالب حقيقية للنظام علي عبد الله صالح. وبالتالي نحن نتكلم عن حالة ميدانية واقعية على الأرض، بما في ذلك حتى تعز المحاصرة جزئيا، إلا أنه في نهاية المطاف السيطرة للمقاومة والسيطرة للجيش الوطني. وهنالك ضيفنا من عمان يا دكتور عمر ينظر على الأرض في المنطقة. طيب البحرية دكتور عمر، نعم. ضيفنا من عمان، كنت طرحت عليه نقطة تصريح الحكومة الشرعية والتحالف يتحدثون عن 80% من الأراضي المحررة من الميليشيا التحالف الانقلاب في صنعاء، يقول ليس المهم المساحة بقدر أن هناك ميزان عسكري مختل.
ربما ما زال الحوثيون يسيطرون على العاصمة، وذلك يجعل موقفهم التفاوضي قوي، ولذلك يرفضون نعم الكثير من الحلول ويتمترسون خلف مواقفهم، وربما ينصاع لهم المجتمع الدولي ورعاة المبادرة والوسطاء. لا، على العكس، المشهد الميداني انقلب رأسا على عقب. علينا أن نتذكر أن الحوثيين عندما تمددوا إلى تعز وتمددوا إلى عدن وكانوا يتواجدون من خلال مخالب معينة ذات طابع أصولي ديني، كانت 80% من الأرض اليمنية بقبضة التحالف الحوثي الصالحي آنئذ. اليوم انقلبت الصورة، وعلينا أن نضع بعين الاعتبار هذه المعادلة، فهي معادلة مهمة جدا في إطار جغرافيا مكانية غاية في التعقيد. اليمن بلد فيه جبال عالية وأخاديد كبيرة ووديان سحيقة وبحار وجزر وما إلى ذلك. نحن نتكلم عن أكثر من 500,000 كيلومتر مربع، نتكلم عن 555,000 كيلومتر مربع. طيب دكتور عمر، الآن بالنسبة للتحالف العربي، بالنسبة للتحالف العربي الآن، وربما التأكيد الآن الأخير الصادر من المنامة، يؤكدون على الحل السياسي. كان هناك فعل عسكري قوي ودعم غير محدود من المجتمع الدولي للتحالف العربي في اليمن. الآن نتحدث عن رغبتهم في إيجاد حل سياسي، لكن هناك ضغوط تمارس عليهم. كيف يمكن الوصول إلى هذا الحل السياسي، وما هو شكل هذا الحل السياسي الذي قد يكون مرضي للتحالف العربي والحكومة الشرعية الآن بعد وجود هذه الضغوط المفروضة عليهم؟ الأصل في الحل السياسي هو الاستبرار من حيث توقف الحل السياسي بإرادة انقلابية من قبل علي عبد الله صالح والحوثيين. هذا هو الأصل الأصيل. المعادلة الثانية أن هذا الحل السياسي لا يتعارض مع الحراك الميداني والمتغير الميداني. المتغير والحراك الميداني قائم، بمعنى آخر أن التأكيد على الحل السياسي لا يعني بحال من الأحوال توقف الخيار الآخر. الخيار الآخر عمليا مستمر، وعلينا أن نفهم أن أدوات الفعل فيما يتعلق بالخيار السجالي الميداني أدوات مركبة. هنالك الجيش الوطني، وهنالك المقاومة الشعبية في المدن المختلفة، وهنالك أيضا المكونات الاجتماعية الرافضة لهذه الحالة الانقلابية، وهنالك حتى في الأقاليم المتواضعة أو إقليم واحد يسيطر عليها الحوثيون من أصل كل الأقاليم اليمنية. هذا الإقليم أيضا مجموعة كبيرة من الناس ليسوا مع الانقلاب وليسوا مع الحوثيين، هم في حالة انتظار. وطبعا لذلك نحن نتكلم هنا عن روافد متعددة تصب في نهاية المطاف في مجرى رفض التمرد ورفض الانقلاب على الشرعية ورفض الخيارات الميليشياوية والأيديولوجيا المستوردة والإبقاء على الحقائق الموضوعية التاريخية في اليمن، وهي تلك الحقائق التي ارتضاها اليمنيون يوم أن أعلنوا جمهوريتي الشمال والجنوب، ويوم أن أعلنوا الوحدة على قاعدة التعددية السياسية، ويوم أن تمسكوا بالنظام الاتحادي متعدد الأبعاد، بالنظام الاتحادي اللامركزي الشامل، ويوم أن رفضوا الدولة الأوتقراطية الجمهورية والدولة الفردية الجمهورية. كل هذه المسائل تؤكد أن هنالك حقائق موضوعية وهنالك آمال وأماني ناضل من أجلها اليمنيون عشرات السنين. وبالتالي نحن اليوم يعني نتوفر على مقدمة ومنصة انطلاق كبرى، ليس فقط في الأمنية الوطنية الشعبية الكبيرة والكاسحة، ولكن أيضا في هذا التحالف العربي الفريد المثال الذي نعتبر أنه ليس منقذا لليمن فقط، ولكنه صد ورد لكل الإرادات التي تريد تجاوز التاريخ والجغرافيا. طيب، وتريد تجاوز الحقائق. أعود إلى ضيفي من مسقط الدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله، إذن عدم الإشارة إلى الخيار العسكري في معرض الحديث عن الحل في اليمن، هل في ذلك إشارة إلى أن الخليجيين يبحثون الآن عن أي حل للأزمة اليمنية بأي شكل؟ أخي، هذا واضح ليس من خلال بيان الختام الذي صدر اليوم، ولكنه واضح من خلال المعطيات يعني سبقت هذه القمة. أنا في تقديري أنه ينبغي أن نقرأ المشهد اليمني قراءة استراتيجية. عندما قادت المملكة العربية السعودية عاصفة الحزم في 26 مارس 2015، كان الهدف فيما يظهر هو منع الحوثيين من التمدد والسيطرة على اليمن، وبالتالي تشكيل تهديد مباشر على الأمن أو للأمن القومي السعودي، وهذا تحقق. يعني استطاعت عاصفة الحزم أن 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 تدفع بالحوثيين إلى الوراء وأن تحاصرهم في صنعاء وما حولها، هذا تحقق. ولكن هل هذا هو المعيار في الحكم على عاصفة الحزم
بالنجاح او ما زالت انا الصواريخ اتصور البالستية تطلق على العمق السعودي، ما زال هناك تهديد واقتحامات صحيح من حين صحيح لآخر. صحيح، ولكن هناك اختلاف المرئيات الاستراتيجيه. يعني الحكومه الشرعيه ترى ان عاصفه الحزم ينبغي ان تسير حتى نهايتها الى ان تسقط حكم الحوثيين، بينما يبدو ان التحالف كان يريد ان 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 يدفع بالحوثيين الى الوراء، وبالتالي ينتفي التهديد المباشر للامن القومي السعودي، وهذا تحقق الان. انا التقيت حقيقه او يعني وجهت هذا السؤال لعدد من المفكرين والاستراتيجيين والمثقفين السعوديين، وكان وجهه نظري ان عاصفه الحزم الى الان لم تحقق النجاح المطلوب، وكان يعني ردهم لا، انها حققت النجاح، والمعيار هو كما قلت أن الحوثي لم يعد يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي السعودي. فهناك اختلاف المرئيات الاستراتيجية فيما يتصل بالأهداف الكلية المركزية التي من أجلها أطلقت عاصمة القصف. هذه مسألة. المسألة الأخرى، دعني فقط يعني أشير إشارة إلى مسألة يعني التوسع الجغرافي والهيمنة على أكبر قدر من المساحة. أنا في تقديري استراتيجيا أن هذا في حالات معينة قد يشكل عبئا، لذلك الحوثيون كانوا الـ يعني انسحبوا من كثير من هذه المساحات، لأن البقاء أو السيطرة على هذه المساحات الجغرافية له كلفة عالية، له كلفة اقتصادية وكلفة اجتماعية وكلفة عسكرية، وبالتالي هم ليسوا في حاجة إلى أن يدفعوا هذه الأكلاف. الآن الحكومة الشرعية عندما تبسط هيمنتها على 80% من أرض اليمن، لننظر ما هي الوقائع على الأرض. طيب يعني هل دكتور هذه عبد الله، انت الأماكن اشرت المحررة؟ دكتور عبد الله في بدايه اجابتك على سؤالي عن ان الخليجيين الان ربما يبحثون عن اي حل باي شكل للازمه اليمنيه، اشرت وقلت ان هناك ربما مجموعه من المعطيات سبقت هذه القمه تدلل على ذلك، ما هي هذه المعطيات؟ هذه المعطيات اولا تراجع يعني الزخم العسكري الذي بدات به عاصفه الحزب، واحد. اثنين، القبول بهذه المماطله يعني الحوثيه اللانهائيه، مماطلة في الكويت، مماطلة في مسقط، مؤخرا شهدنا الإعلان عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وهذا الإعلان يأتي في الوقت الذي تجري فيه المباحثات في يعني غير مكان، بحثا عن حل سياسي. فهذا الموقف كان موقفا صادما. فالخليجيون يبدو أنهم متمسكون بهذا، وقد صدر عدة تصريحات سواء من أمير الكويت أو من يعني الحكومة السعودية إنهم متجهين نحو هذا الحل. ترحيبهم المتكرر بالمبادرات التي تصدر عن المبعوث الأممي والتي في كثير من الأحيان ترفضها الحكومة الشرعية في عدن، كل هذه المؤشرات تشي أن الاتجاه الخليجي الآن أو المزاج الرسمي الخليجي يتجه نحو البحث عن حل سياسي، ولكنه ليس بأي ثمن قطعا. في الماضي يعني كانت المراهنة على الوصول إلى حل سياسي بحيث يكون الحوثيون وعلى عبد الله صالح ربما او الحوثيون تحديدا قوه سياسيه منزوعه السلاح. طيب دكتور عبد الله، ساختصر معك دكتور عبد الله، تبقى لدي سؤالين اود الاستفاده من باقي الوقت معك لطرحهم. ربما خلو نعود للبيان الختامي الاخير لقمه قاده دول المجلس، خلوه من الاشاره الى اي موقف قوي يخص الازمه اليمنيه. البعض يرجع هذا الخلو الى موضوع حاله الخلاف الموجوده داخل مجلس التعاون والتباين ما بين الدول الخمس مع الموقف العماني، كيف تنظر لهذا الطرح؟ لا ارى ان لذلك اي تاثير. الموقف العماني منذ بدايه الازمه اليمنيه كان واضحا، وعمان كان لها يعني مرئيات معينه ولها مقاربه معينه، اذا يعني ليس امرا مفاجئا بحيث انه يعطل يعني بعض الافعال الاستراتيجيه او السياسيه في هذه القمه. ولكن ما هو اخطر من ذلك ان هناك يعني تباينات في داخل التحالف نفسه، وهذه المساله لعلنا اشرنا لها، وهذه من العوامل التي تعطل الحل السياسي. المملكه العربيه السعوديه ترى يعني لها رؤية فيما يتصل بالمقاربة السياسية، كانت عمان ستقبل إذا ما تم التركيز وصدر بيان قوي يشير إلى أهمية الحل العسكري، كانت ستقبل مسقط؟ لا قطعا عمان موقفها ثابت ومكرر ويعني مؤكد عليه في غير مناسبة، هي ترفض تماما. إذا يعني ربما جاء ذلك العسكرية مجاملة لعمان. طيب السؤال الأخير، المشاركة البريطانية، التصريحات القوية لرئيسة الوزراء البريطاني، انعكاس هذه التصريحات التي رآها البعض قوية فيما يخص مواجهة التحديات التي ربما تكون أمام دول المجلس،
كيف يمكن قراءة انعكاسها على الملف اليمني؟ ما أحسب أن لذلك انعكاس مباشر على الملف اليمني. بريطانيا الآن تمر بأزمة، رئيس الوزراء ماي تبحث عن شركاء وعن حلفاء اقتصاديين خارج المنظومة الأوروبية، ولعل هذا هو السبب الذي دعاها إلى حضور هذه القمة. ولكن يعني هي أشارت إلى مسألتين: مكافحة الإرهاب في بيانها، مكافحة الإرهاب يعني الشراكة الاقتصادية، وما أحسب أن لذلك علاقة مباشرة بالملف اليمني. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الله الغيلاني الأكاديمي العماني، كنت معنا من مسقط. أعود لضيفي من الشارقة الباحث والمحلل السياسي اليمني الدكتور عمر عبد العزيز. دكتور عمر، موضوع البيان الختامي لقادة مجلس التعاون الخليجي دعم جهود ولد الشيخ، من المعروف أن ربما خارطة ولد الشيخ بحسب تصريحات الحكومة الشرعية هي مخالفة للمرجعيات سواء الوطنية أو الدولية، كيف يمكن فهم هذا الأمر وهذا الدعم الخليجي لجهود ولد الشيخ؟ أولاً علينا أن نفهم أن الجهود الأممية المرتبطة بجهاز الأمان العام للأمم المتحدة هي جهود محاولة ربع إثراءب الصدع وتقريب وجهات النظر والبحث عن حل سياسي، لكن ولد الشيخ ذاته هو الذي صدم بإعلان حكومة من طرف واحد لصنعاء من قبل الانقلابيين، وهو الذي صرح بأن هذه طعنة بورقته التي قدمها من طرف واحد وراهن فيها على المؤتمرين والصوفيين، لكن هذا الرهان كان خاسرا، وهو اعترف بهذا الكلام وقال بالحرف الواحد هذا المعنى، وقال بالحرف الواحد أن هذا التصرف إنما هو رفض ضمني ومؤكد لخارطة الطريق التي تقدم بها بناء على تشاور مع وزير الخارجية الأمريكي المودع لوزارة الخارجية والحوثيين وجماعة صالح. الحقيقة أن هذه المسألة كانت تشف تماما عن المخاتلة والكذب منذ البدايات الأولى، وأنا كنت على يقين إيماني بأن الشرعية اليمنية لو كانت قبلت بهذه الخارطة التي لم يتم التشاور معهم فيها لرفضها الحوثيون مباشرة، لأنهم ليسوا في وارد التخلي عن السلاح الثقيل والمتوسط الذي أخذوه ونهبوه من معسكرات الدولة. وتبعا لذلك علينا أن نفهم أن هنالك اتساق في المواقف من قبل الحوثيين والمؤيدين لصالح. هذه المواقف المتسقة منذ البدايات الأولى كانت تنم عن مخاتلة وكذب ومناورات كاذبة وعدم. طيب دكتور عمر، بالنسبة لموضوع السلاح، هم لن يسلموا السلاح للحكومة الشرعية وفق مبادرة ولد الشيخ وكيري، سيسلم السلاح لحكومة توافق وطني، ربما سيكون هناك ثلثي مقاعد هذه الحكومة للحوثي وصالح. بالمعنى السياسي التكتيكي لو كانت الشرعية أبدت موقف في منزلة بين المنزلتين لرفضها الحوثيين مباشرة، أنا على يقين من ذلك قلت لك، لأنني أعرف تماما أنهم ليسوا في وارد التخلي عن السلاح. هذا مشروع ميليشياوي مسلح واهم يعتقد أنه يستطيع أن يستزرع نموذج حزب الله في اليمن، وهذا أمر مفارق تماما للحقائق الجغرافية. بالنسبة لك دكتور عمر، بالنسبة لك تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية، أهمية وقوة هذه التصريحات هل هي قوية وانعكاسها على الملف اليمني؟ أولا هذه التصريحات لها انعكاس مباشر على الملف اليمني لجهتين، ليس فقط للتوسع في العلاقات الاقتصادية والموقف البريطاني الراعي للعملية السلمية في اليمن، ولكن التصريح الصريح والواضح المعالم القائل بأن أمن الخليج من أمن بريطانيا، وأمن الخليج من أمن اليمن، وأمن اليمن من أمن الخليج بالاستتباع. بمعنى آخر أن هذا التصريح يدل دلالة قاطعة على أن المملكة المتحدة لم تكن بعيدة عن هذه الساحة وعن السجالات القائمة في هذه الساحة بالمعنى الميداني والمعنى السياسي، والمملكة المتحدة الآن وفي هذه اللحظة اختارت اللحظة المناسبة للتعبير عن هذا الموقف من خلال مشاركة رئيسة الوزراء في القمة الخليجية من جهة، ومن خلال تصريحها الواضح والقائل بأن أمن الخليج من أمن بريطانيا هكذا، وأن علاقاتنا الاستراتيجية بدول الخليج العربي تشمل آفاق مختلفة ومتعددة بينتها في تصريحاتها وفي أحاديثها. في نص دقيقة دكتور عمر، في نص دقيقة تقول تفسير معادلة أمن الخليج من أمن بريطانيا، كيف يمكن فهم وتفسير هذه المعادلة في ظل سعي بريطانيا داخل مجلس الأمن لإقرار مشروع قرار جديد ربما ينسف القرار السابق الذي كان يفصل الحل بحسب رؤية التحالف العربي؟ ليس هنالك في حسب معلوماتي مشروع قرار جديد على الإطلاق، وليست بريطانيا في وارد أنها، بالعكس كانت بريطانيا دائما وأبدا هي التي تتبنى القرارات الأكثر جذرية
في مجلس الأمن المجيرة على البند السابع. ثم أن علينا أن نفهم حقيقة واحدة، بريطانيا دولة كبيرة ودولة لديها من التقاليد الدبلوماسية والسياسية الراسخة ما يجعلها نموذج مثالي في تطابق الأقوال مع الأفعال. بريطانيا لا يصرح فيها أي مسؤول كلاما على عواهنه أو يرمي كلاما على عواهنه. مضطر لتوديعك دكتور عمر، شكرا جزيلا لك. تقصد ما تقول وتعبر عن موقف دولة معروفة بمهنيتها ومعياريتها ومواقفها السياسية الواضحة المعالم تجاه أي حدث له أهمية بالنسبة لها. شكرا جزيلا لك دكتور عمر عبد العزيز الباحث والمحلل السياسي اليمني، كنت ضيفنا من الشارقة. شكر موصول أيضا لضيفنا الدكتور عبد الله الغيلاني من مسقط. تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة كمال حيدرة، كونوا بخير.